بسم الله الرحمن الرحيم. ربما لا يعرف الكثيرون ما بيني وبين الأستاذ الدكتور الخشني من علاقة قديمة ومناوشات أيضا قديمة بيني وبينه، ولولا أنه طلب وقال لو أنا بقول غلط قولوا لي ما كنت يعني سأسهم بهذا أو هذه الملاحظة السريعة، وأعدك أن أكون فيها إن شاء الله طيبا. هو حضرتك أنا كنت أود أن كلمة ستلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق التجديد أن تكون هذه الكلمة معدة سابقا ومدروسة، لا أن تأتي نتيجة تداعي الأفكار وتداعي الخواطر. سيادتك حضرتك يعني قلت التجديد ده أنا زي بيت أبويا، أنا مثلا أحبه وأقدره ولكن لا أسكن فيه وأنتقل إلى بيت جديد، هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان يعني الفرقة للبيت الوالد مع احترامه. التجديد يا سيدي في بيت الوالد يكون في بيت الوالد، ويكون بدل ما يكون طوب أخضر ولا لبن أعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط البناء والمعاصرة. حضرتك بالنسبة للإشارة لأحاديث الآحاد ثم قلت أن الأشاعرة وتنادي بترك مذهب الأشاعرة لأن الأشاعرة بنوا، وقد أغناني كثيرا أخونا العزيز الدكتور حاتم في هذا وقبله الدكتور، عشان كده أنا سألمس هذا الموضوع لمسا خفيفا. ليس الأشاعرة كما تفضلت يقيمون عقيدتهم على أحاديث الآحاد، هذه الأمور ندرسها، أنا درستها أيام أن كنت طالبا في القسم الثانوي، كان هذا القسم الثانوي بين سنة 60 و65، لأن كان الثانوي عندنا 5 سنين لم يتحدث بعد، ومن القرن الماضي بين 60 و65 من القرن الماضي. وأذكر شكل الشيخ ووقفته الذي درسني هذا، وأن الأشاعرة والماتريدية بل والمعتزلة قبلهم لا يمكن أن يقيموا مسألة واحدة في أصول العقائد إلا على الحديث المتواتر أو على القرآن الكريم. فأن نسمع اليوم أن الأشاعرة يقيمون عقائدهم على الحديث الآحاد اللي هو الذي يفيد العمل الظن ولا يفيد العلم، طبعا وبعد هذه الفترة الطويلة أكيد أن هذا يعني خاطرة وليست مسألة علمية مبحوثة. التراث يعني الكلام عن التراث كلام عجيب، يعني أنا أسأل حضرتك مثلا قصارى ما يقال في نقد التراث، أن التراث لا تقفوا عنده لا تقلدوا أو خذوا ما فيه إلى آخره، هذه مزايدة على التراث لأن هذه المقولة موجودة في قلب التراث. هذا التراث يا سيدي الذي يعني نهون من شأنها اليوم الذي نهون من شأنه نهون ونهول في تهوينه، هذا التراث حمل مجموعة من القبائل العربية التي كانت متناحرة ولا تعرف يمينا من شمال في ظرف 80 عام إلى أن يضعوا قدمهم في الأندلس وقدمهم الأخرى في الصين، لأنهم فعلا كانوا يعرفون أو وضعوا أيديهم على مواطن القوة في هذا التراث. هذا التراث خلق أمة كاملة وتعايش مع التاريخ. قل لي حضرتك قبل أن انفتح، وسيادتك طبعا أستاذنا في هذا المجال، قبل أن نلتقي بالحملة الفرنسية، العالم الإسلامي كيف كان يسير؟ ما الذي كان يسيره؟ أليست قوانين الشريعة الإسلامية؟ أليست التراث؟ طيب
هل يعني والفتوحات التي تمت على أيدي هؤلاء العرب الذين لم يكونوا يتعلمون شيئا من فنون القتال حتى، إنما كانوا يعتمدون على ما كان يدور بينهم أو كان يحدث بينهم من مناوشات بالترس ولا بالسيف ولا بالقوس إلى آخر ما نجده في الشعر الجاهلي وفي الشعر الإسلامي أيضا. هؤلاء يعني حملهم التراث، هذه الدول الإسلامية والحضارة التي تقلبت وجاء بعضها إثر بعض في قوة، كان يضيف قوة إلى قوة، الأمويين العباسيين إلى، كان التراث هو الذي يحملهم. فإذا تصوير التراث بأنه هو كان يعني شيئا يورث الضعف ويورث يعني التراجع، هذه مزايدة على التراث. احنا نحفظ من الإمام أحمد بن حنبل حين قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذوا. إذا مقولة التجديد مقولة تراثية وليست مقولة حداثية. والحداثيون حين يصدعوننا بهذا الكلام دول مزايدين على التراث ومزايدين على قضية الأمة المعاصرة الآن، المعاصرة الآن. نعم، التراث ليس فيه تقديس، وهذا تعلمناه من التراث ولم نتعلمه من الحداثة. حضرتك يعني حينما أعطيتنا يعني لمحة تشبه يعني مش هقول التعليم ولكن التذكير بأن القرآن قطعي الدلالة وقطعي الثبوت وكذا وكذا وغير ظن، هذه ليست مقولة حضرتك ولا مقولتي، دي مقولة التراثيين. نعم، فإذا نعم. نعم لا لا نعم أنا أقول هذه مقولة أنا وحضرتك إحنا الاثنين تعلمناها من التراث. لا لا أنا معلش ليكن أنا أرد على كلام سمعته بغض النظر عن الحد أو المتحدث. نعم. سيادتك أيضا تدعو إلى يعني دراسة المناهج الحديثة. أنا درست في الثانوي اللي هو كان أيام الخمس سنوات الفلسفة والمنطق والجغرافيا، وكان علم اسمه علم الاقتصاد، لا أدري ما هو موجود الآن في الثانوية العامة أو مش موجود، وحتى والله المساحة، وكنا نطلع بالسلاسل في الثانوي والمش عارف الإحداثيات، إضافة إلى الفقه والنحو والصرف والتوحيد والتفسير والحديث، كل هذا درسنا في أصول الدين مناهج البحث العلمي، درست علم الاجتماع ودرسه لنا أساتذة من عندكم من جامعة القاهرة. نعم، فإذا المناداه الآن بأن احنا أو نصور كما لو كنا احنا ناس يعني ما معناش غير المصحف والتفسير، طبعا هذا التصوير يحتاج إلى مراجعة للإنصاف يعني. أيضا يعني الفتنة التي تحدثت عنها وأنها من عهد عثمان نعيش فيها حتى الآن، هذه ليست فتنة تراثية، دي فتنة سياسية. فتنة سياسية أساسها، اسمح لي أكمل مع علي الدكتور، لأن أنا حقيقة أنا لا يهمني كلام مثلا العام الذي يلقى في الصحافة أو في البرامج التلفزيونية من أناس يعني لا يؤخذ عنهم العلم، شيء طبيعي، لكن يعني حضرتك لك وزن وربما تؤثر على الشباب الموجود معنا الآن. فالفتنة هذه الفتنة هي فتنة سياسية، وتتعلم أن السياسة تختطف الدين اختطافا في الشرق والغرب، حينما يريدون أن يحققوا غرضا لا يرضاه الدين. وهذا حدث في الحرب 30 عام، حدث في الحروب الصليبية. ماذا كانت حجة الصليبيين لأن ينتقلوا ويأتوا إلى ويستعمروا عالمنا هذا قرابة 100 عام أو أكثر، ويقتلوا ويريقوا الدماء، الإنجيل في يد والسيف في يد، مع أن الإنجيل يبرأ من هذا الذي يفعلونه أيضا. وأنا أستطيع أن أقول وعند الجرأة، ما هي مبررات الكيان الصهيوني أن يبقى مستعمرا في بلاد الآخرين غير نصوص دينية في التوراة
ويحرفونها ويزيفونها. إذن تعلم أن الدين عادة أو السياسيين والمستعمرين عادة ما يقتطفون هذا الدين بشكل عام، سواء كان قرآن أو إنجيل أو توراة، ليحققوا به مصالح وأغراض شخصية ينهى عنها الدين. الحقيقة المطلقة حضرتك، يعني هو ده برضو إشكال، وللأسف الشديد نتابع في الجرائد وأساتذة متخصصون في وشهادات وكبار في التعليم الفلسفي يدعون إلى عدم أو إلى لا تصدقوا أن الحقيقة مطلقة. طيب أنا سأسأل هذا، وحضرتك كررت هذا أو يعني رددتها سريعا، أنا أسأل سيادتك، هذا الكتاب الجميل لسه أنا لم أقرأه، اللي هو حضرتك أستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، نحو تأسيس عصر ديني جديد، هل هذا الكلام الذي تقوله في هذا الكتاب تعتقد أنه مطلق ولا تشك فيه؟ وإن لا ندري. لا لحظة لحظة، أنا سأتولى الإجابة، أنا سيد الفاضل، أنا سأتولى هرد الإجابة. هرد على فضلتك بعد ما تخلص. أنا أسأل، هرد على فضلتك بعد ما تخلص، لو عايزني أرد دلوقتي أرد. أنت أستاذ اللغة العربية، هذا السؤال ليس حقيقيا، ليس سؤالا، في سؤال حقيقي وفي سؤال كذا، هذا السؤال تقريري لي أنا أرد عليه. إن كنت تعتقد حضرتك أن هذا الكلام مطلق فقد سقط مذهبك، وإن كنت تعتقد أنه مشكوك فيه فأرجو حين تتأكد أهدي إلي كتابك. ثم أسأل حضرتك، ثم أسأل سيادتك، كيف كتب القرون الحرب؟ لا 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 لا، من فضلك من فضلك يا اجلس يا استاذ. بص يا فضيله الامام، فضيله الامام ينبغي يعني ان نضع حدا لهذا. اسمعني بس يا فضيله الامام بعد اذنك. والله هذه محاورة، انا في بيتك، هذه محاورة علمية. انا في بيتك وبين ابنائك. انت صديق. اسمع بس، انت صديق. اسمعني يا فضيله الامام، فانا لو سمحتم، هل تسمح لي اعبر عن رايي؟ هل تسمح لي فضيله الامام؟ خلاص اسمح لي اعبر عن رايي. تسمح لي اعبر عن تفضل حضرتك. لا تصادر علي ما تطلب. انا مش بصادر ولا حاجه، انا بس عايز اعرف الكلام انتهى ولا لا. انا اللي عايز اقوله لان في سوء التباس وفي قياس للحاضر على الماضي. قد يكون تفضل. قد يكون، بس انا بيني وبينك يعني احنا يعني حضرتك يعني حولتها المعركه بين اطلاقا جبتين. انا ما حاولتش والله، انا باخد من كلام سيادتك اهو، وانا اقول لحضرتك كلامي يسيء فهم. تفضل حضرتك. لا ما حضرتك يعني قلت بالحقيقه المطلقه، وهذا بيتكتب فعلا. لا يمكن المسيح يكون مسيحي إلا إذا كان يعلم أن عقيدته مطلقة، وإلا لا يبقى الذين يظنون أنهم ملاقوا. والملحد أيضا لا يمكن أن يكون ملحدا إذا تشكك لحظة في 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 الإلحادي أو في مذهبه الإلحادي، لابد وإلا المذاهب دي كلها تنهار، كل مذهب يزعم أنه يدافع عن حقيقة مطلقة. فضل. وإلا ما الداعي وهذا من يعني من رحمة الله عشان الاختلاف يظهر. طيب بيني وبينك، هل التراث، هل تجد التراث اليوم مطبق في 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 حياتنا؟ أنا ما أظن أن تراثنا مطبق، يعني إحنا نأكل كما يأكل الأوروبيون بالشوكة والسكين والشمال واليمين، نستخدم سيارات الأوروبية والأمريكية طبعا، نستخدم طرائق الأكل والجامعات اللي عندنا، ولسه هعقب على الجامعات بكلمة أخيرة، وأنا كنت مسؤولا في جامعة الأزهر 7 سنوات قبلك، وأعترف بأننا أخفقنا جميعا في النهضة المطلوبة، ونفكر كما يفكر الأوروبيين، نقرر المواد كما يقرر التعليمية، كما سياساتنا أيضا تخضع للنمط الأوروبي الغربي. احنا يمكن الإسلام عندنا، الإسلام مش هقول لك تراث، وخليني صريح، يمكن في مسألة الزواج والطلاق فقط والميراث، فأين هذا؟ يعني أنا لا أرى حقيقة مجالا، بالعكس أنا كنت أتوقع أن الناس يقولوا أين التراث مما نحن فيه، لأن كل التراث شخصيتنا انتهت،
هو احنا يعني حضرتك حدثني شخصيتنا ايه كعرب ومسلمين؟ لا شيء الان، لا شيء، لا شيء الان. ده يقضى في امورنا، يقضى في امورنا. وانا كنت في منتهى الخزي وانا اشاهد ترامب مع في اسرائيل، طبعا هم الذين يخططون ويقولون ويتحكمون ويحلون المشاكل. لا يوجد احد عربي ولا احد مسلم. فهذا هو، هذا هو المجال الذي يجب ان نحارب فيه. ولعلك يعني انا ارجو ان تكون على علم بما وراء الأكمة. المساله مش مسألة، بالعكس حرب التراث دي وحرب الحداثه هذه ايضا يعني شيء مصنوع صنعا لل يعني تفويت الفرص علينا. وحضرتك بالله لو سالت، ستأكيد من الريف، روح اسال اي واحد براء البحراث، قل له هل اللي بيعمله داعش ده ولا اللي من الاسلام؟ لا يمكن، حيقول لك لا ده مش من الاسلام. ونحن كعلماء وكمشايخ ازهر تحدثنا مره واثنين وثلاثه ومؤتمر واثنين وعشره، وقلنا ان هذا الارهاب الاسلام والمسلمون بريئون منه، ومع ذلك ابتلعنا الطعم في ان نحن دائما ان الاسلام ارهابي، ونعمل مؤتمرات عشان نقول ان الاسلام ليس من الارهاب، ليس من الاسلام. هناك ماكينه خبيثه ملعونه حتى تدير نمط التفكير. واخيرا يعني انا برضو مش عايز اطيل، اخر حاجه الحرب الحقيقيه سيدي في ان احنا جامعاتنا الان من اكثر من قرن من الزمان فيها الهندسه، فيها الطب، فيها الزراعه، فيها الصيدله، فيها الطيران، فيها كل ده. نعم، كليه العلوم، كليه العلوم ما شاء الله العلوم وفيها، وعندنا مراكز البحث العلمي وعندنا كله. احنا حتى الان مش قادرين نصنع كاوتش سياره. لا أحدثك، لا أحدثك عن، لا أحدثك عن الـ 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 السيارات، لا أحدثك عن الأسلحة التي تباع لنا ليقتل بعضنا بعضا. نحن يا سيدي فاضل بنشتري الموت بفلوسنا. هذا، هذا هو، معلش، هذا هو ما يمليه عليه ضميري أن أقوله في هذه الجلسة حتى ألقى الله. وأنا يعني قدمت بعض الشيء، وأنا والله ما بيني وبينك أكبر من كثير جدا، بكثير جدا مما ظننته من أن أنا أحول أو لا. أنا لا أريد أن أحول، ولكن أرجوكم ابحثوا عن مشكلة غير التراث، وشكراً.